مرحباكم، تحياتي لمتتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم عندنا طرطة البرتقال، نحضروا مقلات، نضع فيها كاس ماء، نزيدوا 3 معالق سكر حرش او حبيبات، نذوبوا هذا السكر جيدا في الماء، يذوب لنا نزيدو نحضرو هاد الشرائح تاع البرتقال، نوضعوها في هذاك الخليط تاع الماء والسكر ونخلوها تتكرمل. ها هي، نقصوا النار، خلوها تشرب مليح هاد الشرائح تاع البرتقال، نقلبوها خطره على خطره. حضروا هاد الاناء، نضع 2 حبات تاع بيض، قرفه، ملح، زاس دورانج او مبشور البرتقال، فاني ساشي، 2 مغارف كبار سكر، حبيبات، نحضر هاد القليل من الفرينة او الطحين، نزيدو عليه كيس خميرة الحلويات والنصف، نغربلوهم مليح هاد الخميرة الكيماوية باش ما تبقالناش ديك التكتلات. خلطوا جيدا هاد الخليط او المكونات، نضيفها على هاد الخليط تاع البيض والزاست والقرفة والملح والسكر، نزيدو كاس ناقص 2 صباع زيت، نفس الكاس اللي نعبر بيه، كاس عصير ليمون، عصير برتقال اصطناعي او جاهز. خلطوا هذه المكونات مع بعض، شرائح نتاع البرتقال راهم يختاروا في هذاك السيرو اللي فيه السكر والماء. ها هو القوام تاع العجينه اللي تحصلنا عليها. نحضروا هاد الشرائح تاع البرتقال وهذاك المول غلفته بالكاغد تاع اوراق المطبخ. ندخلوها الفرن طيب على درجة الحرارة متوسطة، ومن بعد نشوفوها في الأخير كي جات.
الآن نسقوها بهذيك الشربات. الأخير كي جات وصفتنا لنهار اليوم أو طرطة البرتقال، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.